السلام عليكم. اليوم مع وصفات والدتكم بحلوى معسله اللي هي مقروط الجنجلان المعسل، لكن بواحد المقادير يعطيه واحد البنه بنينه. يعني هذا المقروط يجي هايل. تبعوا معايا للاخير هذا باش تكتشفوا الطريقه كيفاش حضرت هذه الوصفه تاع نهار اليوم اللي اكيد رايحين تحتاجوها في هذه الايامات. بالنسبه للعجينه تاع المقروط تاع نهار اليوم، مش فيه عندي هنايا 250 غرام تاع مارغارين تكون طريه. راح نحتاج معاها 3 مغارف كبار تاع الجلجلان محمص ومطحون. ندير كلش مع بعض في الاول. راح نحتاج معاهم لهنا كاس تاع الكاوكاو محمص ومطحون بالقشور نتاعو. ندير كلش كيف كيف. راح نزيد معاهم هنايا عندي كاس الى ربع تاع العسيله فقط. هنا راني جامت لي شويه، اذا كاس الى ربع تاع العسيله. ما نديروش السكر ولا سكر كلاص، نديرو العسل يعطيه واحد البنه مختلفه تماما. واش راح نزيد معاهم؟ نزيد معاهم 2 صفار نتاع البيض. اذا 2 صفار البيض نخليه لهنا، والصفار نديرو في العجينه. ندير الصفار هما 2 صفار. نزيد لهم مغرفه معمره مليح صغيره نتاع لافاني، ونخلط كل شيء بالباتر حتى نحصل على خليط يكون هكذا كريمي كما تقدري تخلطي بيدك. بسم الله. بعد هنا عندي كاس تاع الفارينه اللي كنت حمصتها، حمصيها عادي. راح نغربلها لانه نعرفوا ان الفارينه كي نحمصوها راح يدير لنا واحد الكور. على هذا انا نغربلها باش نحي. شوفوا تتكور لنا، اذا نغربلها مليح. اذا هذيك الفارينه المحمصه تعطينا واحد البنه بنينه للحلوه تاعنا. نزيد عليهم مغرفه صغيره نتاع خميره الحلوه اللي هي نص كيس. وعندي هنا الفارينه، نبقى نزيد في الفارينه حتى نحصلوا على عجينه يعني اللي تكون طريه ونقدر نتحكم فيها. ندخل هذيك الفارينه في الخليط تاع الزبده، ونبقى نزيد في الفارينه العاديه حتى تتلملي. اذا هاي العجينه بعد ما لميتها تكون طريه. وشوفوا حتى اللون تاعها كيفاش جانا من العسل والفارينه المحمصه والكاوكاو والجلجلان، يعني غنيه بالبنه. اذا بعد نحكم هذيك العجينه تاعنا، نحكم ديري غير بشويه ما تكتريش بزاف باش الحربوش يعني ما يغبنكش كي تكوني تخدمي فيه. نحكمه ونشكلو حربوش. شوفوا كاش راني نضغط عليه باش نبدا نلويه، وانتي تلوي منين داك بالضغطي هكذا باش ما يديرلكش الفراغ في الوسط يتفتح هذاك الحربوش ويتخسر لك. شوفوا لهنا انا مانيش حابه يتفتح لي، يعني منين داك نضغط عليه هكذا. بعد نكملوا الشكل نتاعو هكذا على شكل حربوش. اذا نحكم العجينه تاعي كامل ونشكلها حرابش في الاول. بعد ما شكلت كميه نحب نستعمل هنايا الكيس البلاستيكي نحكم حربوش هكذا. عندي هذاك بياض البيض اللي خليته ها هو معانا، ندهنو كامل البياض البيض. نستعملو بانسو يعني نعتبرها احسن طريقه. ندلو كامل صاير داير هكذا بالبياض البيض. وعندي هنا جنجلان ما يكونش محمص بطبيعه الحال. ندير كميه مليحه ونرمدو. يعني الكيس البلاستيكي رايح يعاوننا بزاف، وهذاك الجنجلان يلصق عليه مليح. انا مانيش حابته يعني كي يطيب راح يتنحى، لا ولكن يلصق عليه بهذه الطريقه. اذا ها هو الحربوش نتاعنا كيفاش رمدته. بعد نجيب موس نبدا نقطع يعني مقروطات بهذه الطريقه. يعني كي تقطعي ما تميليش بزاف هكذا باش المقروطه ما تجيكش طويله بزاف وتجي شابه بهذه الطريقه.
اللي تحب تقيس طبيعة الحال تقيس. ها هي شوفوا كيفاش قطعتو، ها هو المقروطات نتاعو هنا، يجي بزاف شباب. اذا نكمل كمية الكمية اللي عندي ونستفها في السنيوة. بعد ما عمرت السنيوة كما راكم تشوفوا يعني الحبة انا كبرتها شوية، ندخلها الفرن 180 درجة حتى يطيب يتحمر ويتشرق حاجة قليلة فقط، نخرجو نخلوه يبرد نعاود نرجع لكم باش نعسلوه مع بعض. بعد ما طابت الحلوة هي معنا واجدة، شوفوا كيفاش طيبتها، تجي محمرة وتجي هايلة. بعد هنا واش ندير؟ عندي هنا العسيلة تكون دفيتها لأنو الحلوة باردة، نعسل الحلوة تاعنا وكي نعسلها نديرها مباشرة في الكيسات، يعني ما نخليهاش تحطر ولا، هكذا نرفدها ونديرها في الكيسات اللي عندي بهذه الطريقة. إذا نعسل كامل الحلوة اللي عندي، يعني هاد الحلوة تنفع تكون عندك، يعني راهم جايين الأفراح إن شاء الله وليداتكم كامل ينجحوا، حبيت تديها في يدك أنا نفضل يعني في السخانة نإيفيتو كامل الحلوة تاع الشوكولا ونديرو الحلوة المعسلة هكذا على الأقل توصليها يعني شابة تاع الشوكولا، ما تقدريش كامل توصليها مع هاد السخانة، ريحة توصل كامل دايبة. إذا نكمل كامل نعسل الحلوة تاعي ونزينها في طبق تقديم ونشوفوها واجدة معنا. الوصفة تاع نهار اليوم هي معنا واجدة اللي هي مقروط الدجلان المعسل، يعني راه جاي العيد الكبير إن شاء الله بإذن الله، راهم جايين الأفراح بداتكم يربحوا معروضين الكشعر، يعني لأي مناسبة حبيت تديه في يدك هاهو معنا. شحال قطع لي؟ قطع لي بالتقريب 35 حبة ودرتهم شوية كبار، يعني إذا تصغريه شوية راح يدلك حتى 40 حبة. ها هو معنا، أنا نحب الحلوة تكون شوية كبيرة، إذا هاهي الحبة تاع المقروط. جا فيه واحد البنة مميزة لأنو العجينة فيها العسل فيها الفرينة المحمصة الجلجلان الكاوكاو، عطالو بنة على بنة. إذا حنا نقسم لكم حبة ودا باش نشوفو القوام كيفاش جانا. إذا بسم الله نقسم الحبة، ناخدو معانا ويجي هايلة هاد الحلوة. هاهي الحلوة معانا، نتمنى أنكم تجربوها أكيد راح تنال إعجابكم، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.